أنا شاب أريد الإجهاد، فهل يجوز الانضمام إلى داعش؟ ده السؤال هو. أنا بقول إيه؟ يعلم الله يا مشايخ، يعلم الله، أنا في غاية الحزن، أنا في غاية الحزن للدماء التي ستهدر من شباب المسلمين في هذه المعركة، في غاية الحزن. ليه؟ لأن فكرة الخلافة الإسلامية الآن مجرد حلم، ولا أعتقد أنها تتحقق بالطريقة اللي هم بيعملوها دي. كان زمان المسألة سهلة والناس قلوبها منفتحة ومنشرحة، الآن كل مجموعة عاملة لها رئيس وسلطان وعندها مدافعها وعندها طياراتها، من اللي يسمح تؤخذ منه بلده وتؤخذ منه قريته وتؤخذ منه يعني ولايته أو حكومته؟ مش ممكن، مش ممكن. صحيح هم وجدوا فرصة في شمال العراق وشمال سوريا لأن الدنيا هناك خربانة، لكن الآن اجتمعت الدنيا كلها لمحاربة مين؟ لمحاربة هؤلاء الشباب. والله أنا في غاية الحزن. ليه؟ لأن هؤلاء الشباب غرر بهم وأتوا من بلادهم، وعظمهم دول منين؟ عظمهم منين؟ من المسلمين الذين أسلموا من خلال الدعوة في استراليا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي وبعض الدول العربية، قليل يعني قليل. لكن هؤلاء يقرأوا في الكتب على أن هناك خلافة إسلامية وهناك وهناك، لكن هل ممكن أن تتحقق الخلافة الإسلامية بالطريقة اللي هم عاملينها دي؟ مش ممكن، مش ممكن أبدا. ولذلك الآن العالم كله تجمع عشان يقتل هؤلاء. فأنا حزين، والله حزين جدا، والله حزين جدا، لأن هؤلاء الشباب غرر بهم على وضع، على أمر لم يكن يمكن تحقيقه الآن، لا يمكن تحقيقه الآن. فأرجو اللي له كلمة يقولها في التلفزيون في الانترنت ينصح هؤلاء أن يعودوا إلى بلادهم ويحقنوا دماءهم ويبعدوا من هذا التغرير الذي غرر بهم. النهارده امبارح بقول لك 60 واحد قتلوا منهم، أو لا مش عارف 40 30، وهم برضو بيقتلوا من الآخرين. طيب لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ وهل في واحد عندنا الآن عنده أمل أن ممكن الخلافة الإسلامية تتحقق الآن بهذا الوضع اللي احنا موجودين فيه الآن؟ هل واحد في ولد العاقل عندنا عنده اعتقاد أن الخلافة الإسلامية ممكن تتحقق الآن؟ لا. الأول ابدأ بالدعوة، وادعوا الرؤساء والحكماء يجلسوا مع بعض وكل منهم يتنازل إذا حصل أمر، لكن بالشكل ده كل واحد عنده مدافع وعنده صواريخ وعنده من الذي يستطيع أن يقف أمام هذه الصواريخ وهذه الطائرات، وخصوصا اللي انضم إليها طيران الايه الغرب وصواريخ الغرب؟ هذا بلاء عظيم، هذا بلاء عظيم عظيم عظيم. يعني حزننا على هؤلاء الشباب لا نهاية له. شباب غرر بهم لأهداف لا يمكن تحقيقها الآن، لا يمكن تحكم بالشكل اللي هم بيعملوه هذا. نعم. بسم ايه؟ ما اعرفش حكاية الخوارج، ما عندناش خوارج احنا ابنا، ما عندناش خوارج، عندنا بس شباب مغرر بهم وبس، عندنا شباب مغرر بهم وبس. خسارة 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 خسارة. اللي حصل ده مشايخ، اللي حصل ده تجربة تانية لتجربة فاشلة مضت. أسامة بن لادن كان عنده حلم لإقامة برضو الدولة الإسلامية الكبرى التي كانت زمان، فعمل حاجة اسمها القاعدة. تبدأ منين؟ من أفغانستان. وعملوا المؤامرة دي بالاشتراك مع آخرين في موضوع الايه المبنى بتاع نيويورك، مبنى التجارة الايه العالمي. قتل فيه كم واحد هذا المبنى؟ 3600 بني آدم. 3600، هل هؤلاء كلهم مقاتلون ضد الإسلام؟ طيب من يتحمل دماء 3600؟ نمرة واحد. نمرة اثنين،
أمريكا عشان تنتقم لهذا العمل قتلت كم 100,000 من العراق، كم 100,000، مش كم ألف، لا كم 100,000، مليون ونص بني آدم مسلم، مقابل إيه؟ مقابل 3,000 وإيه؟ وقتلت كم من أفغانستان برضو مقابل هذا العملية؟ ما فيش تفكير، ما فيش عقل، ما فيش تفكير ولا في عقل. فكل منا اللي يقدر يكتب حاجة مثلا في الانترنت يقول الله ده حرام وأعود إلى بلادكم وكفاية هذا الحلم وهذا تغرير، يا ريت اللي يقدر يعمل حاجة يعمل.